السلام عليكم سي سعيد، شنو المشكل عندكم في هذا بيريزار؟ المشكل اخويا اللي عندنا فاتي، المشكل دابا المشكل مطروح ماشي دابا، مطروح هذا المشكل مطروح من 1984. حنا كنا حنا كانوا عندنا المحلات ديالنا جاي من قصر الملك في طريق ديونا في شارع محمد السادس. امر من صاحب الجلاله انا ديال المرحوم الحسن تاي نصره الله، كانوا باغي يديروا توسيعه في القصر الملكي، كانوا باغي يديروا توسيعه في القصر الملكي، وامر صاحب الجلاله امر وزير الداخليه انا ذاك المسؤول انا ذاك باش انهم يلقاو لنا شي بقعه والتعليمات ديالو، التعليمات ديالو الساميه ديك الساعه العماله ما وفاش بالتعاودات ديالها. الحسن الثاني الله يرحمه قال العمالة انه اللي عنده شي مترو يعطيو جوج مترو، اللي عنده مترو يعطيو جوج، واللي عنده 10 يعطيو 20، ولكن السلطات المعنيه انا ذاك ما وفاش بالتعاودات ديالها. لا المشكل شكون اللي استفاد؟ اللي استفاد سبحان الله، اللي استفاد هو مواليد الديور، واللي استفاد هو مواليد الديور، لانه كاين اللي كان كاري بيت، اللي كان داير بيت عطاو شقه في بحال الاناره. بالعكس حنا مواليد المحلات اللي كان عندنا المحلات ديالنا، وكانوا كان عندنا محلات ديال بالملكيه، محلات تجاريه بالملكيه، يعني حنا ما كناش كارين، كانوا اغلبيه ديال الاخوان كان عندهم محلات. المهم في 1984 تحولنا لهذ البقعه هذه، وحولتنا عطاتنا العماله ديال الفيدا، عطاتنا المحلات ديالنا، يعني محلات كمحلات ديالنا. من بعد واحد المده ديال 2004 2002 2003 اعاده الهيكله ديال السوق قريعه 2002 2003 قالوا لنا بانه غتكون اعاده الهيكله ديال السوق قريعه، بان القريعه غتولي واحد المركز تجاري، وغنولي غادي يعطي واحد اشعاع القريعه. ماشي مشكل، حنا بالثقه ديالنا في الدوله المغربيه، وبالثقه ديالنا في الدوله والحكومه المغربيه، وبالثقه ديالنا بالخدام ديال صاحب الجلاله نصر الله، والتزموا معنا بالتعهدات وبوثائق. حنا عندنا الوثائق ديالنا وعندنا كلشي داشي. حنا خدعنا الامر الواقع، وقبلنا انه يريبوا لنا المحلات ديالنا في اطار اعاده الهيكله. داروا معنا واحد الشهر وغادي نعم في اطار اعاده الهيكله، داروا معنا الشهر باش يعودوا لنا المحلات ديالنا. حنا عن حسن النيه، حنا عندنا الثقه ديالنا في الحكومه ديال صاحب الجلاله 18 شهر. حنا عندنا الثقه في الحكومه ديال صاحب الجلاله، ملي شفنا ان صاحب الجلاله نصره الله جا دار المشروع هنايا ديال اعاده سوق الهيكله ديال سوق القريعه، وصور وجا هو صاحب الجلاله بامر منه تشتن المشروع، ها هو الشطر الاول ديالو، الشطر الاول ها هو. باقي الناس 15 سنه باقي الناس ما التزموش معنا بالتعاودات ديالهم. حنا كنطلعوا كنهبطوا في جميع، حنا دقينا جميع الابواب، لا عماله لا ولايه، لا مشينا عند العمده دقينا مشينا وزاره الداخليه، دقينا جميع الابواب، مشينا لجميع الجهات، ولكن مشينا الديوان المظالم، مشينا لوسيط المملكه، ولكن هاد الناس ما بغاو يلتزموا معنا حتى شي حاجه، مع العلم ان حنا عندنا الوثائق ديالنا قانونيه. وحنا ملي تحولنا من هنايا ومني هربوا لنا المحلات ديالنا، حنا عندنا وثائق من عند الدوله، مع الجماعه ديال الفيدا، ومع الولايه، ومع العمده ديال الدار البيضاء، ومع الشركه، يعني حنا عندنا وثائق ديالنا كامله. حنا هذا هو واش هذه التضحيه؟ حنا من 1000، حنا 30 عام وحنا مضحيين، واش هذه التضحيه؟ حنا اول حاجه شكرا على الله، حنا اول حاجه مشاو لنا المحلات ديالنا. حنا كخدام العرش المالكي التزمنا. اول حاجه ملي جاو عندنا في 1983 ملي كان عندنا المحلات ديالنا في القصر الملكي، وقال لنا بان صاحب الجلاله راه باغي يدير توسيعه ديال القصر الملكي، حنا كنا قلنا على السمع والطاعه، حنا خدام ديال صاحب الجلاله، وحنا استقبلنا القرار بصدر رحب. علاش؟ حيت حنا خدام ديال هذا البلد، وحنا كنبغيو المصلحه ديال هذا البلد. ولكن واش هذا هو الجزاء ديالنا؟ واش هذه هي المواطنه ديالنا؟ واش حنا كنا جزء؟ واش هذا هو العمل ديالنا؟ هذه هي النتيجه ديال المواطنه؟ واش هذا هو الجزاء ديال المواطن الصالح؟ هو هذا واش حنا دابا كان السبب في اخراجنا من طبيعه الحال؟ حنا كنعرفوا الصونا داك. شوف حنا عندنا التزامات مع الدوله، يعني حنا كنتيقوا في السلطه، والسلطه هي اللي السلطه بامر السلطه باش حنا تحولنا من هنايا. واش هذا هو الجزاء ديالنا؟ مع السلطه نشتروا المحلات 30% على يد النوطير. اي راه غني هي قول راه الناس هذا
الله يجزيك بخير. ذكرتيني الحاج ان الوثائق اللي عندنا حنا راه عندنا وثائق عندنا وثائق كوبري مضبوط. عندنا وثائق هاهي كما شفتوا وعندنا التزام مع العمله هاهي. وريني امضاء الصفحه الثانيه. ها الامضاء ديال العام. الامضاء ديال العام هاهي الامضاء ديال العام. وعاد كاين كوبري مضبوط على يد النوطير. وعندنا كوبري مود فونت عن طريق النوطير وكل واحد هنا من الاشخاص هنا راه كاين 40 واحد هنايا كاين 48 واحد راه كل واحد عنده كوبري مود فونت ديالو كل واحد عنده التوقيعه ديال النوطير وعنده الالتزام ديالو وحنا راه مخلصين البقع الارضيه ديالنا. واش هذا هو الجزاء ديالنا؟ هذا هو الجزاء ديال التضحيه وهذا اللهم ان هذا منكر. حنا احنا من هنا من هذا المنبر كناشدوا صاحب جلاله باش يتدخل باش يوضع لنا الحد لهذ المهازل هذه. حنا راه ازيد من 30 سنه وحنا مع هاد الحكومات ومع هاد العملات هاد. شوف هاد البقعه كي ولات كلها سبالا انه كاين حاجه بقعه. اجي صور بقعه اجي صور بقعه اجي صور بقعه 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 واحد السعر باش تروح وحيد. هذه هي البقعه اللي صنع ذاك. احنا غاديين باش نوريكم البقعه. البقعه ولات عباره على مرأب ديال الازبال. هذه هي البقعه هي هي ولات ولات مرأب. ها البقعه هي ولات مرأب للسيارات. ها البقعه امامكم اللي كانوا فيها التجار ديال السوق. الشطر الاول التكميله ديالو. الشطر الاول هو مبني. الشطر الاول على ذاك الشطر الاول راه كانت فيه خرق كانت فيه خروقات وكان الناس المسؤولين ما التزموش بديك التعهدات اللي كانوا متعهدين ها الشطر الثاني ها هو كان عباره عن مرأب ديال السيارات. ها هو الشطر الثاني اللي حولونا منه. ها هو انتم كما كتشاهدوا ولا مرأب ديال السيارات ولا مرتع ديال الازبال ولا مرأب ديال السيارات ولا مرأب ديال الازبال. ها المشروع ها هو ها البقعه الارضيه ها الازبال ها السيارات ها المرأب ديال السيارات. كنتمناو يكون شي حل. وحنا كنتمناو يكون شي حل عاجل على العاجل عن اقرب الاجال لان الناس عانوا واحد المده كثيره عانوا ازيد من 15 سنه. والسلام عليكم.